هاتوا له ميه. يا اخي ده بعدك، ما انتش تجهل لما تقول لنا الفلوس حاططها فين. ما تتكلم يا رشوان بيه، ده انا قرايبك ولاد عمك، انت لك حد غيرني؟ تكلم يا رشوان بيه، انت انت تكلم. قول. مش متكلم، مش حاول. موت يا ده، موت. انت من وحوش، وحوش وحوش وحوش. لازم تتكلم. احنا لازم نعرف طريق الفلوس دي راحت فين. ايه الامال التمنوها دي؟ ابعد اهو. حقك عليا يا رشوان بيه، معلش حقك عليا. ميه، كوباية ميه. هات ميه يا ولد. مفيش ميه. اوعى تدي له ميه. هات له هات شهري. حق السم الهاري مطرح ما تسري تهري. اشرب سريت الدردي. اطفح اطفح. هني هني كتر خيرك يا ابني. انت شربت. مش تتكلم بقى يا رشوان بيه. اتكلمت انت لشفت رجلي. والله ما اتكلمت لا طفح على الدم. طولوا بالكم هيتكلم. رشوان بيه انت كبير العيله، كلنا بنحبك ونحترمك، لكن ما يصحش ان ثروتك الكبيره دي تضيع من غير ما حد ينتفع بيها. الارض اللي انت بعتها وديت تمنها فين؟ الفلوس حطيتها فين؟ ايوه فين؟ طب فين الفلوس؟ حاضر هقول، بس على شرط. عنبر بنتي عنبر، اشوفها اكلمها وانا اقول على كل حاجه. عنبر حتجيلك دلوقتي حالا. عنبر عنبر. وانتوا يا اخوانك فاكر، تعالوا معايا. انت ناوي تجيب له بنته صحيح؟ ايوه ناوي اجيب له بنته. لكن ده مش ممكن ابدا. انت اتجننت ولا جرى لعقلك حاجه؟ اذا كان الامر كده يلا نروح، ما فيش داعي لوجع القلب ده كله. اسمع يا سوسه بيه، فكره انك تجيب له بنته ويشوف ايه دي، اسمح لي اقول لك انها مش تمام. ولا اخ يا رجاله؟ لا مش تمام ابدا. احنا خلينا ماشيين في طريقنا على طول، نفضل نعذب فيهم بعد فيه لحد ما يقول لنا الفلوس حاططها فين. الراجل هيفطس من ايديكم قبل ما يتكلم. ما يفطس. لا 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 لا، خليه يتفطس من عنه. دي حاجات عفاريتي ما تعرفهاش انت يا سوسه بيه. بقى شوف يا سوسه بيه، جنبك من عيله اينع وقلبك معاني اينع، لكن بقى انت اتعلمت في بلاد بري ما تعرفش امور الاونطه دي. هو انا اتعلمت في بلاد بري غير الاونطه؟ يا ناس روقوني، خلوني اعرف اشتغل. وقصدك اه يعني؟ قصدي اجيب له بنتي، خليه يكلمها لوحده هو وهي، واحنا من غير ما حد يشعر نسمع كل اللي بيتقال ونعرف حاطط الفلوس فين. دي من نمر بلاد بر. ايوه، انما لازم ناخد راي راجل به قبله. ايوه، ابن اخوه لازم وريثه، وهو اللي عليه يقول ايوه ولا لا. برضه واجب يا رجالي. تعالوا معايا لراجل بيه. تعالوا تعالوا. مساء الخير يا راجل بيه. الراجل اتكلم؟ لا ما اتكلمش. والله يا عارف، امال كنتوا بتعملوا ايه؟ راجل بيموت، ما انتوش عارفين تخلوه ينطق؟ ما انتوش عارفين تخلوه يتكلم؟ هيتكلم يا راجل بيه، هخليه يتكلم. ازاي؟ مفيش غير طريقه واحده. ايه هي؟ بنته عنبر، ده السلاح الوحيد.
رشوان بيه عايز يشوفها ويتكلمها علشان يقول لها على كل شيء ويرسيها. فاهم يا رهب بيه؟ فاهم يا سوسه. حلو، تعجبني نبات. عند البدرون هات لنا صندوق ويسكي، عاوزين نشرب بصحة عنبر. يا معاداوي عدديني، يا معاداوي بلا لحم. من فضلك اقدر اقابل سعادة البيه؟ بيه مين؟ رشوان بيه صاحب البيه. وعاوز تقابله لا؟ اصل في موضوع شخصي بيني وبينه. شخصي؟ ونقول له مين؟ قول له انور وجدي. انور وجدي؟ اتفضل. ايه ده يا حمار انت؟ مستعصب؟ الله انت ايه؟ الله انا جاي وياه وهو جاي وياي، احنا الاثنين جايين مع بعض. تقوم تقول له هو اتفضل وانا تخسم لي مناخيري. الله لا مؤاخذه ما شفتكش. ها؟ اما انك قليل الادب صحيح. راجل واقف قدامك طويل عريض زي الحيطه وتقول ما شفتكش. روح من قدامي. تصور اما شافنيش قال يا اخي لايمها بقى. لايمها ازاي؟ اذا كنت اتعورت مناخيري باظت وشفتي بقللت. طيب خلاص بقى. من فضلك تسمح تدي خبر لرشوان بيه؟ انتوا عارفين احنا الساعة كام دلوقتي؟ ده احنا بقينا وقت قوي. طب معلش احنا معذورين. تحبوا تشربوا قهوة؟ لا. أحسن. يبقى مين القرد ده؟ مش عرفت. لا ما أقول
بيوت وبيحسدوا اصحاب عليها، في كل يوم بتعيش وتموت ولا حد عمره حاسس بيها. يا صاحي والناس تخلصيني من الحرية اللي انا فيها. انا عايز اخرج برا. وانا عايز ادخل جوه. ده انا في سجن. وانا في نار. انت عندك الشمس. وانت عندك الهوى. افتح لي الباب. هو انا رضوان. افتح لي الباب اوام. قلبي. قلبي. اسمع اسمع. انت. هما فين؟ راحوا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دول كانوا واقفين هنا اهو دلوقتي. ده فيهم واحد طويل عريض قد الحيطه. حيطه في عينك.
انا عامل لهم ايه؟ تعالوا معايا. الاستاذ انور تحت وقال لي ما تدخلش هنا حد ابدا. يلا 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 مين ده؟ رشوان بيه. ولا عاوز يقابل رشوان بيه ينزل يقابله في البطرون؟ الحقيقة أنا نزلت في البطرون علشان أشم شوية هوا. على العموم أنا متأسف، لا مؤاخذة، أعتذر. سيبوه. ميرسي، متشكر أوي. سلام عليكم. استنى. بتشتغل إيه؟ بشتغل ممثل وموسيقي في كازينو النجم الذهبي. ودي الراجل اللي كان وياه أهو. لا أبدا، أنا مش وياه وهو مش ويايا، احنا الاثنين مش ويا بعض. لا ابدا انت كذاب، هو ويايا وانا وياه واحنا الاثنين ويا بعض. وانتوا الاثنين ويا بعض على الجرافه باذن الله. اه اعملوا معروف يا اخوانا، انا ماليش ذنب، ماليش دخل، ماليش دعوه. انا حتى عبيط. اعملوا معروف، سيبوني خلوني اروح لحالي. انا مسكين، انا غلبان، انا ابويا ميت. اسمك ايه؟ حسن. حسن ايه؟ حسن دايخ. يا سعادة بيه، من فضلك لو تسمح لي، المسألة عاوزة شوية شرح. انا اعرف رشوان بيه معرفة شخصية من زمان، واعرف انه كان متزوج من المرحومة الست ألمز المطربة المشهورة. ايه وبعدين؟ واعرف ان المرحومة كان عندها مجموعة عظيمة من الملابس بتاعت فرقتها، واعرف كمان ان رشوان بيه محتفظ بالملابس دي لغاية دلوقتي. وبما اننا هنقدم استعراض كبير في الكازينو محتاج لملابس ممتازه، فانا جيت بنفسي علشان ارجو رشوان بيه انه ياجر الملابس دي لمده اسبوع باي ثمن، لان سعادتك عارف ان من الصعب عمل ملابس زي دي في الوقت الحاضر. وما لقيتش وقت انسب من ده للزياره دي؟ هو في الحقيقه وقت مش مناسب فعلا، انما للضروره احكام. حضرتك لو تعرف ظروفي كنت عذرتني. احنا اسفين قوي يا استاذ، الملابس اللي انت طالبها ما نقدرش ناجرها لك. ليه؟ من غير ليه؟ اه طيب انا مستعد اشتريها. تدفع الثمن فوري. فلوس معاك؟ في جيبي. مبلغ محترم جدا. افتح الباب يا ولد. اه احنا متاسفين جدا يا استاذ اللي حصل، انما تفهم حضرتك احنا ساكنين في حته مقطوعه واولاد الحرام كتير الايام. ايوه فعلا، هم اولاد الحرام كتير قوي قوي. عم سكر، عم سكر، عم سكر قوم اصحى اصحى، دول هيبيعوا هدوم. مين؟ لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله. ايه دول؟ جري يا جري انت فوق، داخلين على فين؟ جايين هنا تعملوا ايه؟ اتفضل يا عين يا استاذ، الملابس اللي عندك دي كلها بما فيهم الفستان ده بتاع بنتي. اخرس بنتي في عينك يا قليل الادب، دي ستك وتاج راسك، اوعى حد فيكم يمد ايده على الهدوم دي، دي مش للبيع. اتفضل عين يا استاذ زي ما يعجبك، تاخدش بالك من كلامه ده محفوف مجنون. اسمع، انا قلت لك الهدوم دي مش للبيع، والناس دول ناس اوباش، ناس حراميه، ما لهمش حاجه هنا ابدا. شنو عليا؟ الله استنى شوي. لكن ما يصحش كده يا جماعة، دي قسوة. خليك في الملابس، اللي هو الفستان. إنما دي وحشية. اسمع يا عين الملابس، هات الفستان. يعني ايه الكلام ده؟
احنا فين هنا؟ لا ده شيء كتير. اخلص اخلص يعني ايه؟ يعني تنكتم. انكتم؟ انت فاهم؟ ايوه فاهم فاهم. انكتم انا حتى مكتوم خلقه. هلا انكتم ازاي كده؟ بس لو تعملوا معروف. انا بس عايز افهم المناظير دي حابسينها هنا ليه؟ لانها عيال على عصبيه دايما اخوليا شويه. طيب مش تعالجوها؟ دي غلبتنا لكن الظاهر ان الجنون بتاعها وراسي. امها ماتت كده. ايوه والراجل اللي معاها مفروف راخر؟ ده الدادة بتاعتي، ده اللي مربيه العواد بتاع امها. يا خسارة، دي عندها مواهب عظيمة جدا، دي صوتها مدهش. ايه تشتريها؟ انا مستعد اتجوزها. هي ايه اللي تتجوزها؟ لا انا قصدي يعني الملابس. الملابس اعينها اعينها. اتفضل. هلا. طيب حاضر. الفستان اهو. يلا خليهم يحطوا بقية الهدوم في الصندوق. عاوز كام بقى يا سعادة البيه؟ 500. ايه؟ 400 اخلص. ده مبلغ. ده الفستان ده يساوي الشيء الفلاني، كفاية الدهب والألماظ اللي فيه يا اخي. لكن مبلغ زي ده 300. يلا. ما هو انت معاك كام؟ انا معايا 200 جنيه. هاتهم. اتفضل يا بيه. مبروك يا استاذ. ده الفستان ده لوحده يساوي المبلغ. لا لا بس شيل يا جدع انت هو الفساتين دي كلها في الصندوق. اطلعوا بيها بره. انت عندك الطوبيل؟ ايوه يا بيه عندي. شايلهم يا علي. عربانة يا بيه. عربانة يا سعادة البيه. احنا بعينا معاك. ده شرف كبير ليا. علم محبة الا بعد عداوة. دلوقتي بقينا حبايب خلاص. على فكرة لو حبيتوا تقضوا سهرة لطيفة ما تنسوش تزورونا كازينو النجم الذهبي. ما يتوهش ابدا، الف من يدلكوا عليه. كازينو النجم الذهبي. واه كذا. باي باي. رباح. ما تنسوش تبقوا تزورونا انتوا كمان. كازينو النجم الذهبي. باي باي. رباح يا بتنجان مزهر. اسمع يا حسن، انا عاوز افهم بس هم حابسينها هنا ليه؟ علشان مجنونه يا بني ادم. لا انا مش داخل عقل حكايه الجيران دي. هو انت بقى فيك عقل؟ تعال اعمل معروف احسن يحبسوك وياها. يا ريت، انا عاوز اتحبس وياها. كلمهم علشان يحبسوني وياها. لا لا اعمل معروف، ابعد عنهم، دول قتالين قتله. تعال تعال. نزلوه في الطرمبيل. قول لي من فضلك. نعم. البنت اللي حابسينها جوه دي متجوزه؟ انهي بنت؟ احنا ما عندناش بنات. ازاي البنت اللي اسمها عنبر؟ ما عندناش الاسامي دي. الله، البنت اللي كانت بتغني دلوقتي اللي قلعتوها الفستان. دي تهيؤات يا سعاده البيه. احنا ما عندناش بنات لا تغني ولا تقلع فساتين. الله، ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده ثقل على الله. حسن، انت مش كانت بتغني قدامك دلوقتي؟ قدامي انا؟ ابدا. ما شفتش حاجة، ما سمعتش حاجة. بقولك انت مجنون، مجنون رسمي. تعال سوق بقى لا يودوك في داهية. ازاي بس يا حسن ده؟ ازاي مش شايفها يا اخي؟ عنبر يا بنت عمي. اوعى ايدك. انت زعلانة مني؟ ابدا. انت حد يزعل مني؟ حد يطق مني؟ حد يفرقع منك؟ يبقى غلطان. وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ العفو العفو. يا سلام، انت عملت حاجه؟ مش غيتو حبستنا 5 6 ايام في الزنزانه الصغيره اللي مليانه خيرات؟ عد يا سيدي، عقارب، تعابين، سحالي، فيران، كلاب. ودي حاجه تزعل؟ ابدا، خيرات مليانه والحمد لله. وبعدين جرى ايه يا عم سكر؟ لا ولا حاجه. المهم حضراتكم عاوزين ايه؟ أصل رشوان بيه حالته الصحية. إيه؟ بابا ماله؟ قول، اتكلم. حالته خطرة. بابا أروح له أكلمه. اسمع، عايز كده؟
اهو ده اللي كنا خايفين منه. اهو ده اللي احنا مش عاوزينه. يعني خايفين؟ خايفين يبقى قلبها على ابوها؟ احنا خايفين عليها اولا، ثم خايفين على الراجل المسكين ابوها. تصوروا لو شافها في الحالة اللي هي فيها دي كان يموت في ايدينا. الله لا يقدر، ولو مات عمي رشوان بيه لا سمح الله، حالتها هتكون ازاي وحالتنا احنا هتكون ازاي؟ دي كانت تبقى مصيبة. عمي رشوان بيموت، ده انا كنت اموت نفسي، كنت انتحر. اعملي معروف يا عنبر، هدي نفسك واخفى عنه شعورك يا اختي. يا سلام على العواطف، اخرس انت. طيب احنا عايزينك تقابليه مبتسم علشان ينبسط ويتشجع على الكلام ويقول لك على كل اللي عاوز يقوله. حاضر. اوعي تجيبيله سيره حاجه من اللي حصلت هنا ابدا. لا ابدا، ولا سيره كلمه تزعله. حاضر. ده الحكيم قال اقل صدمه تضيعه، اقل كلمه تموته. اطمنوا اطمنوا، انا مش هقول له حاجه ابدا، انا بس عايز اشوفه. من عينيا من عينيا يا بنت عمي. تعالي يا حبيبتي تعالي. تعالي يا عم سكر. اوعى ايدك عم الدبر. بابا 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 رد علي يا بابا. بابا 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 حبيبتي بابا بابا. عنبر بنتي حبيبتي. بابا ازاي صحتك دلوقتي يا بابا؟ بخير يا حبيبتي، مادام انت بخير انا بخير. انت لازم تخف يا بابا، لازم تطيب، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انت عايز تسيبني لوحدي هنا يا بابا؟ ده انا جايه لك من المدرسه مخصوص علشان اقعد معاك. انت لازم تخف يا بابا، لازم تطيب علشان نبقى نخرج سوا احنا الاثنين، نجري في الغيطان واستخبى منك ورا الساقيه المكسوره، وتقعد انت تنده عليا عنبر عنبر وتجري ورايا وانت راكب الحمارة البيضة اللي كانت هتوقعك في الترع. فاكر يا بابا؟ فاكر فاكر يا حبيبي. لازم تخف يا بابا، لازم تطيب. حاضر ان شاء الله اخف ان شاء الله، ضروري. بس دلوقتي انا عاوز اقول لك كلمتين على انفراد، دقيقتين اتنين، مش عاوز اكتر منهم. اتفضلوا بينا على بره يا اخوانا، خلوا الراجل يكلم بنته على انفراد. اتفضلوا. خليك انت يا سكر. حاضر. هم خرجوا. ايوه فندم. اجري اقفل الباب بالمفتاح اوام. حاضر. عنبر عنبر سكر اسمعوا، الوقت ضيق، عندي كلام كتير ولا فيش وقت كفايه، فارجوكم محدش يقاطعني، الكلام اللي راح اقوله مهم جدا، لو سمعوه قرايب الاشرار دول هيضيع كل الترتيب اللي عملته، فاسمعوني كويس لحسن الحيطان لها ودان. اتجوزت المرحومة والدتك غصب عن عائلتي، وده السبب اللي خلى اهلي اصبحوا اعدائي، والحظ ان ثروتي كلها اطيان زراعيه واهلي كلهم مزارعين، عكسوني، تلفوا الارض، حرقوا المحصول، سموا المواشي، تعصبوا ضدي لدرجه اني ما بقتش عارف انتف بالارض بتاعتي. فتصورت يا بنتي يا حبيبتي المصير المخيف اللي بينتظرك في وسط الوحوش دول. دول ياكلوها اكل مش هتعرف تاخد منهم لا حق ولا باطل. انا عارف عارف، وعلشان كده سعيت واجتهدت لحد ما بعت الارض كلها وقبضت تمنها فلوس نقديه، وما رضيتش احطهم في بنك يا بنتي علشان ما اسبب لكيش مشاكل بعد مني. جمعت الفلوس كلها والسندات اللي عندي ومجوهرات المرحومه والدتك، وحطيت ده كله في صندوق حديد، ودفنت الصندوق ده تحت. بابا الصندوق اعمل معروف. عنبر يا بنتي، انا رسمت لك خريطة بينت فيها المطرح اللي دفنت فيه الصندوق، والخريطة دي خبيتها. يا خبر اسود، الخريطة. ابوس رجلك يا عشوان بيه. بابا بابا.
بابا بابا مريالي بدي فتحي ودهني كويس للكلام اللي حقوله. بلاش يا بابا ما تتكلمش، لحسن الكلام بيتعبك، أنا مش عايزة حاجة أبدا. اسكتي بس خليه يقول، قول يا سعادة البيه الله لا يسيئك، قول يا أخويا قول. ما تقطعوني. مش اسمعي، الخريطة اللي تدلك على مكان الصندوق اللي فيه الفلوس أنا حطيتها في الفستان، الفستان الأسود اللي ويا الهدوم بتوع التمثيل اللي تحت في البدرون. الفستان باعوه يا بابا. دول باعوا الهدوم اللي في البدرون كلها. باعوه. هاتوه تاني. رجعوه. الحقوه. فيهم الخريطة. الخريطة اللي فيها اللي تدل على الفلوس. افتكروها اوضتك. انتوا بتعملوا ايه؟
اهلا وسهلا. على الدرج. فين الهدوم؟ هدوم ايه اللي اشتريتها منين؟ بس قبل عريقي مفيش بلعان. مفيش. اقول احكوا عليها شويه. مفيش تطويل بقى. خد نفس. مفيش نفس. هوا ما فيش هوا. سيبوه. خد نفسك يا استاذ. ابلع ريق. شم الهوا زي ما انت عايز. احنا ما نحش عنك حاجه. متشكر. شوف بقى. هديك اخدت نفسك وبلعت ريقك وشميت الهوا واللازي منه. يصح بقى تقول لنا وديت الملابس اللي خدتها من عندنا فين؟ الملابس اللي انا اشتريتها من عندكم؟ ايوه موجوده يا فندم. موجوده كلها؟ كلها طبعا. هي فين؟ الله. لكن انا اشتريتها ودفعت لكم ثمنها. ثمنها هتاخدوا الطاقه اتنين. ايوه لكن انا مش عاوز ارجعها. لازم ترجعها. لكن دي ملكي. ما يهمناش. طب وانا كمان ما يهمنيش. ما يهمكش ازاي؟ ده يهمك قوي. لازم ترجع الملابس. ده احنا نقتلك هنا وندفنك بالحي. احنا نقتلك ونمشي في جنازتك. يا راس يا راس اعملوا معروف. احنا فين هنا؟ احنا بلد فيها حكومه فيها بوليس. انا هوديكم في داهيه. اوعى سيبوه. ما البوليس والحكومه هم السبب يا استاذ. هم اللي خلونا جينا هنا عندك. فالملابس اللي حضرتك اشتريتها مننا اتضح انها مسروقه. البوليس بيفتش عنها والحكومة بتبحث عن اللي سرقها. طب ما تقولوا كده. انا طبعا مرضاش ابدا اني اخلي في الكازينو هنا حاجة مسروقة. انا مستعد اسلمكم الملابس حالا. هي فين؟ لا خليكم عاقلين. امال الملابس دلوقتي الممثلين لابسينها. الاستعراض هيبتدي بعد دقايق. ما تردوش انتوا انكم تخسروا لي الدنيا. انما بعد ما ينتهي الاستعراض الممثلين يقلعوا الملابس تتفضلوا حضرتكم تستلموها وتشرفوا كده بستر وسلام. الاستعراض ده هياخد قد ايه؟ لا ده ما ياخدش حاجه ابدا. ده نص ساعه بس. طب احنا ننتظر هنا لغايه ما ينتهي الاستعراض. وليه بس؟ ما تتفضلوا حضرتكم في الصاله تتفرجوا على الاستعراض وتنبسطوا وبعد ما يخلص تتفضلوا هنا تاخدوا الملابس. ايه رايك يا سوسه؟ مش بطال موافق. انا ما شباك. احنا بنتكلم راجل لعب. مفيش فاهم؟ فاهم قوي. انا فاهم زياده عن اللزوم. اتفضلوا حضرتكم دلوقتي على الصاله علشان تشربوا ويسكي على حسابي. البي يشرب ويسكي برضه مش كده؟ اتفضل. اتفضل. يا حسن حسن تعال تعال. اسمع وصل البهوات للصاله وقول لي اني ويسكي على حسابي. مع السلامة. يا راجل بيه. ايوه. قول لي من فضلك. عمر بنت عمك ايه اخبارها؟ اتجوزت. كده؟ وسافرت مع جوزها تقضي شهر العسل. سافرت فين؟ في بلاد وائل الواء. اتفرج يا استاذ اتفرج يا استاذ. ربابات يا ربابات يا انا المطربة المشهورة حورية على سن ورمح يجي عليا اليوم بلبس ربابات يا ربابات يا وضحت الشغل. انا مش مطمن لكلام الواد عمرو. عشان ايه؟ سالني عن عمرو. وفي ايه ماله؟ انا خايف احسن عمرو تهرب من البيت وتيجي على هنا تخسر كل اللي عملناه. وتهرب ازاي؟ الغفره تسيبها تهرب؟ مش ولا الله. طب وده معقول؟ يجي بلد كلام فارغ. اشرب في صحه عمرو. يا أسطورة النيل تعالى عند حبيبك. ادي باب الممثلين وهو موجود جوه دلوقتي. روح اسالي عليه الجماعه البوابين دول عشان انا لو سالتهم عليه مش هيرضوا يقولوا حاجه ابدا. حاضر يا عم سكر. عاوز ايه؟ الاستاذ انور موجود. استاذ ارون؟ ايوه. اولا انت مين؟ تانين عاوزه ليه؟ تالتن بمناسبة ايه؟ رابعا بخصوص ايه؟ خامسا عاوزه علشان ايه؟ سادسا هو مش موجود. مش موجود ازاي يعمل معروف؟ انا جايانه من بعيد من بعيد قوي وعايزه اقابله ضروري. انا قريبته. انت قريبه؟ ايوه قريبته. ولا عال يا ناس يا ناس بتيجي شويه ايه؟ يا حتى الاستاذ ملوش جرايد دي مقطوم من شجره. لا له قريب ولا له بعيد. دي متنيله لانه حارس في الحكايه دي.
المهم انا جايه له عايزاه ضروري، عايزاه في حاجه مهمه خالص. قلت لك مش موجود. مش موجود ازاي؟ امال هو راح فين؟ سرجو ما نعرفش. ما تعرفش ازاي؟ اعمل معروف قول لي هيجي امتى. يمكن يجيب سنه اتنين تلاته، احنا ما نعرفش. يا خبر لازم اقابله، لازم اوديهم في داهيه. الله، امال البوابين راحوا فين؟ واحنا مالنا ومالهم؟ تعالي. الله استنى يا عم سكر، ده مكتوب ممنوع دخول الاجانب. واحنا مالنا؟ هو احنا اجانب؟ احنا مصريين ولاد مصريين. لتحيا مصر وعاش الملك. تعالي.
مش واخد باله ابدا. ايه ده؟ استنى هنا انت وهي، انتوا رايحين على فين؟ اهلا وسهلا يا استاذ، ازاي صحتك؟ داخلين جوه، اتفضل معانا. لا عيش، داخلين جوه؟ طب ما دام داخلين جوه مش تمضوا قبل على دفتر الحضور؟ اه صحيح، فاتت حكايه الامضه. والدفتر فين يا استاذ؟ فين؟ اهو قدامك على الترابيزه. انا مش قلت لك ان في امضه حضرتك تقولي لا؟ وانا ايه عرفني ان اللي يخش هنا لازم يمضي؟ طيب اتفضلي انت. انجزي، مالهاش كلام فارغ. استنوا هنا، انت حضرتك بتشتغل هنا؟ لا يا فندم. وحضرتك بتشتغل هنا؟ لا يا استاذ. لا، ومضيت على الدفتر؟ ايوه مضيت. خلاص زي ما حضرتك قلت. خراب، ليلتكم طينة، ليلتكم زفدة، ده انتوا هتروحوا بكراكون، هتناموا على الاسفلت، ده انا هوريكم النجوم في عز الضوء. انتوا فاكرينها ايه؟ وكلام غير بواب. يا جدع طول بالك شويه. اطول بالي؟ ده انا هطول رجلي، هطول ايدي، هطول لساني، هوديكم في داهيه. اسوي ايه؟ يا جدع طول بالك. اطول بالي ابو الياس. استنى شويه، انا شفتك فين قبل كده؟ في سجن ابو زعبل اللي راح الروح. لا انا شفتك في حته تانيه. شفته فين يا ربي؟ ايوه هو مظبوط، هرب شنبه. انت كنت تشتغل فين قبل كده؟ وانت مالك؟ انا مالي؟ انت كنت تشتغل فين قبل كده؟ قول لي، جاوبني. في الجمرك. اه تمام مظبوط، انت بتاع الجمرك. انت فاكر الحكايه اياها؟ حكايه ايه؟ حكايه الجمرك. انت عارفها؟ اللي عارفها. ده انا هوديك في داهيه. انا هخرب بيتك. يا ابو غيث النهارده. انا هنيمك على الاستاذ. اعمل معروف. يا شاويش. انا صاحب عيال. اذا كنت عايزين تخشوا اتفضلوا. ايوه كده. انت فاكر ايه؟ وكاله من غير بواب؟ اتفضلي. مين افندم؟ عاوز حاجه؟ من فضلك، دي قطه الاستاذ انور. تمام، دي قطه الاستاذ انور. عاوز منها حاجه؟ ايوه عاوز اقابله. عاوز تقابله كده حته واحده؟ ايوه كده حته واحده. واقول له مين يا فندم حضرتك؟ قول له الاستاذ هررم بمبم. ايه؟ الاستاذ ايه؟ هررم بمبم. هررم بمبم ده يبقى اسمك؟ ايوه اسمي. انت ما تعرفش عربي؟ يا نهار ابوك اسود عربي؟ اسمك ده يبقى بالعربي هررم بمبم؟ ايوه عربي. طبعا اذنك بقى اما اديله خبر يا استاذ بررم بررم. عارفك طول عمرك بتاعت مقالب. لا ست حريه ما يصحش كده، بقى تيجي لاخر لحظه وتقولي لا. انا مش هغني يا روح قلبي. مش هتغني؟ امال مين اللي هيغني؟ امي؟ لا اوعى تلبخ، تقول لامي، تقول لستي اه احترم نفسك معايا، اكسر لك الدنيا. قلت لك الفستان قديم وانا ما اقدرش البس سكند هاندي يا دارلي. بقى ده فستان قديم يا ناس؟ ده فستان سكند هاندي يا عالم؟ يا استاذ. لا يا اخي اسكت، انا بتكلم. مش شايف ان انا بتكلم؟ انا كنت بقول ايه؟ كنت بتقول ايه؟ ايوه يا استاذ انا عارف حضرتك كنت بتقول ايه. حضرتك كنت بتقول بقى ده فستان سكند هاندي يا عالم. بقى طب اسكت. حاضر. ده انا يا ست حريه دافع في الفستان ده 200 جنيه وحضرتك جايه تقولي لي انه قديم؟ ويهمني ايه انا لما اكون 200 جنيه ولا 2000 جنيه؟ انت بتتهوش من الزخرفه اللي فيه، ده كله مليان زيت. لا يا فندم ده مش زيت. امال ده ايه؟ ده زفت يا هانم. مصحم من ست اللي سيدي. يا ناس يا عالم، دي كانت لابساه واحدة اسمها عنبر، عليها صوت، عليها شك، بس مين يطولني عنبر دلوقتي؟ هررم بام بام. ايه؟ هررم بام بام. يطلع ايه بقى هررم بام بام؟ يطلع مستنيك بره على الباب عاوز يقابلك. هررم بام بام؟ ايوه هررم بام بام. انت ما بتعرفش عربي؟ طب امشي اخرج بره. ايه؟ امشي اخرج بره وما توريش وشك. ها بره. ها اجري. اجري يا بابا. ايه مش قال لك يفضلوا؟ طب ده انا اول ما قلت له الاستاذ هررم بام بام قال لي خليه يتفضل على طول. انا مش قلت لك انا عارف. ايه رايح على فين؟ امال نتفضل على فين؟ ايه على الشارع، على الشارع العمومي. الاستاذ مستنيني في الشارع؟ لا العسكري اللي مستنيك في الشارع. اتفضل قدامي يا حرامي يا ضبابي. بقى دي خير هررم بام بام. ايه ده بقى؟ ده شكل هررم بام بام. رايح ده دم يا اخي. يا راجل اللي ما تمشيش على دمك. انا يا راجل اللي ما تمشيش. نو نو يا ضابط قدام ايه؟ اذا قابلني بقى يا استاذ. يا ست حريه اعملي معروف. ما فيش مجال للتفاهم ابدا. بخلي لك الربابيس يا بتاعتك. حسن تعال، خلي الرقصات تستعمل.
السكتش بتاع الراجل العجوز. هركب الدقن واغير هدومه واجيلكوا حالا. يا اخي لو كنت حضرتك طول بالك شويه. انا ما طولتش بالي. هو انا فضيلك؟ استنى استنى انا بشد عليك. ايه؟ بعينه سنانه شبايبه عينيه بقه. هو بعينه. انت كنت بتشتغل فين قبل كده؟ وانت مالك؟ انت كنت بتشتغل فين قبل كده؟ قول. في الجمرك. في الجمرك مظبوط. انت فاكر الحكايه؟ ايه الحكايه بتاع الجمرك؟ الله انت عارفها؟ ايوه امال عارفها. انا هوديك في داهيه، انا هخرب بيتك، انا هريمك على الاسفل على بره على الشارع يا بوليس. لا ما تلحقش يا بوليس. انت عاوز تخرب بيتي؟ ده انا صاحب عيال. حاجه بسيطه، انت عاوز تقابل الاستاذ انور؟ ايوه. انت عارف الاوضه اللي كنت واقف قصادها؟ ايوه. على طول تخش تقابل الاستاذ انور وتكلمه زي ما انت عاوز. اهو كده انت شغفك بالهررم بامبا. بالعكس، ده انا بقول فليعيش هررم بامبا. اتفضلي تعالي. انا تعالي. اسمعي يا عمبا، هو جوه في الاوضه، عايزك تخشي له لوحدك وتتفاهمي معاه على مساله الهدوم، انما بالزوج نفع نفع، ما نفعش انا راح اعرف شو. طب وهقوله ايه؟ قولي له حكايه بصراحه، انما خليكي معاه جد، عايزك تكوني زي الراجل قدامه، راجل بشنب وده ودايما تكشره في وشه، انت فاهمه؟ طيب يا عم سكر، راجل بشنب وده. شنب وده. انت يا افندي يا استاذ. الله، لا مؤاخذه، هو الاستاذ انور موجود؟ اقدر اكلمه من فضلك؟ هو حضرتك والده؟ ايوه يا بنتي انا والده، انا والده. تمام، تعالي يا بنتي، تعالي تعالي تعالي، اتفضلي تريحي عمري. ميرسي يا عم. اخ اخ والله. والله يا بنتي الصحة بقت نيلة قوي، نعمل ايه بقى؟ خلاص احنا ايامنا راحت دلوقتي. ايام كنت بقى يا شباب انت وابني، مش كده ولا ايه؟ انت الخير والبركة يا عم. ميرسي يا بنتي. قوليلي بقى انت مين بقى يا أمورة؟ انا عنبر. عنبر؟ ايوه. تدي بنت رشوان بيه؟ ايوه يا عم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ده انت بيت عروسه ما شاء الله. اصل والدك ده يعتبر اخويا شيقي، احنا كنا دايما سوا، انما انا بقالي زمان ما شفتوش لان انا كنت في اسطنبول. اهلا وسهلا. ده مربيك يا بنتي، ده انا ياما شلتك على كتفي، ياما هشلتك على حجري كده اهو. هشك 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 عمي. يا روح عمك. انا عايزه اقابل الاستاذ انور حالا. علشان ايه بقى؟ علشان حاجه مهمه قوي. يعني حاجه علشان الكازينو تقريبا؟ يعني حاجه علشان الشغل، حاجه خاصه بالشغل. اه الشغل. طيب انا اديله خبر دلوقتي حالا. تعالي، اذا ما تعرفي انك انت بقيتي عروسه ما شاء الله ما شاء الله، وتعرفي كمان انكم لايقين لبعض انت وابني بشكل وحش قوي، قوليلي بقى انت بتحبيه؟ لا قولي قولي، ما تخافيش ما تخافيش، ده هيفضل سر بيني وبينك، هو مش هيعرفه ابدا. قوليلي بقى انت بتحبيه؟ عمي. يا أمك، دقيقة واحدة، أنا جايلك حالا. لا أنا قصدي يعني هبعتهولك حالا. دقيقة واحدة. عنبر روحي قلبي حياتي، انت عملت ايه في ابويا كده؟ هو ده عملتيه فيكي مره واحده؟ ده حبك بشكل. ازيك يا حبيبي؟ ارجوك اوعى ايدك. ايه في ايه؟ انت لازم تفهم اولا اني انا راجل. راجل؟
راجل ازاي؟ ايوه راجل، وليا شنب ودقن كمان. كويس خالص، اذا كان حضرتك ليكي شنب ودقن امال انا ابقى ايه؟ ده شيء ما يهمنيش، ودلوقتي لازم نتكلم في المهم. نتكلم في المهم. والدي قال لي دلوقتي ان حضرتك جايه علشان تشتغلي هنا في الكازينو. انا ما قلتش كده بالظبط. ازاي؟ ابويا كذاب يعني؟ لا انا مش قصدي، انما ايه؟ اذا كان هو قال لي كده، ما راجل عجوز زي ده، راجل طيب، راجل صالح، مش معقول يكذب ابدا. انا جايه عشان موضوع تاني. موضوع تاني ازاي؟ ايوه انا جايه هنا علشان الهدوم. هدوم ايه وكلام فارغ ايه؟ ايه حكايه الهدوم دي الليله؟ انا بتكلم علشان الشغل. يا سيدي انا مش عايزه الشغل، انا عايزه الهدوم. والشغل؟ ماليش دعوه بيه. الله، لكن ابويا. ابوك كذاب. ايه؟ ابويا كذاب؟ ايوه كذاب، اندهله وانا اقول له في وشه. طيب انا هندهله. انما اندهله ازاي؟ ايوه اندهله، لانه ما يصحش يقول حاجه ما حصلتش. طيب سيبينا من الشغل. انت مش قلتي لابويا انك انت بتحبيني؟ يا خبر، انا قلت لابوك ان انا بحبك؟ ايوه قلتي له. لا ده ابوك راجل خباص قوي. هو فين؟ فين هو؟ ارجوكي اوعى اخلاقك تكون زي اخلاق ابوك، انا لازم اقابله، لازم اكلمه. اندهولي اندهوا اوان. طيب انا هندهله، بس ارجوكي ده راجل عجوز، راجل كبير في السن، ثم ما تنسيش انه راجل عصبي كمان. انا هندهله بس لازم تكوني هاديه وياه. وعايز اقول لك بالمناسبه دي ان انا مش جاي وياه، انت هتقابليه لوحدك. ما تجيش ليه؟ انت لازم تكون معاه. لا ما هو مش ممكن، يا انا يا هو، انما احنا الاثنين مع بعض يستحيل. قال ايه يا بابا؟ انت ازاي تقول كلام ما حصلش؟ يا ولد انت بتكذبني؟ انت بتقول ان انا بقول كلام ما حصلش؟ لكن يا بابا اخرس يا ولد، انت بترد فيا؟ ده انا هكسر دماغك، انا هضربك بالرصاص، انا هتبرى منك، انت سامع؟ لكن يا بابا اخرس. هي فين عنبر دي؟ هي فين وانا اكلمها؟ فين هي؟ فين؟ اخرس. ادي اخره الخيفه، ادي اخره التربيه. أنا متأسفة يا عمي إني تسببت لكم في الزعل ده كله. لا بالعكس، ده أنا مبسوط إنك أثرتي لي الولد الخسران ده على حقيقته. ولد زي ده أنا راجل في سني يهزقني، مش عيب؟ هو قال لك إيه؟ هو بيقول إن أنا جيت طلبت منك إني أشتغل في الكازينو. لا لا لا، مش عشان الموضوع ده، عشان الموضوع التاني. أنهي موضوع؟ موضوع الحب. تصور بيقول إن أنا بحب. هو قال لك كده؟ أيوه، ده حتى بيدعي انك انت اللي بلغته الكلام ده. اما مغفل، انما كلام بينا انا ما اعرفش اكذب ابدا. وحياه دهني دي انت قلت لي انك انت بتحبيني. صحيح انا قلت لك كده، انما بعد ما فهمتني ان ده هيكون سر بيني وبينك. ايوه، انما يعني انت بتحبيني؟ ايوه يعني بتحبيني حقيقي؟ ايوه. ازاي؟ من أول كلمة، من أول نظرة، حسيت إنه هو ده اللي كنت بشوفه دايما في أحلامي. بس اوعى تقول له. لا لا لا، هو أنا مجنون؟ اوعى يوقعك في الكلام. لا لا لا، أنا واعي أوي. أنا بحبه أوي، بس مش عايزاه يعرف إن أنا بحبه. بلاش، مش ضروري يعرف، خليه كده على عماه، مش هقول له حاجة أبدا. تعال عمي. آخ بلاش عمي بي. يا سلام عليك، يا سلام على ظرفك، يا سلام على حلاوتي. يا ست عمرو، يا خبر اسود، دي بقت راجل، راجل بحق وحقيقي. يا شويش، يا بوليش، اخ كده تضحك عليا يا مجرم. يا عم سكر، عم سكر. يا استاذ، يا استاذ، الحق الناس، الناس هيكسروا الصالة، هيكسروا الصالة، بيكسروا الصالة، ما كنتش افتكر ان الحكايه هتوصل لحد كده ابدا. شنب ودق بوس وحط. يا ناري، لو الفصل ده حصل معايا من مده 20 سنه، ايام ما كنت لسه انا كنت موته، كنت شربت من دمه. انا اعمل ايه يا عم سكر؟ ده انا كنت فاكراهم اتنين، الاب وابنه. اب وابنه؟ وهو معقول ان واحد زي ده يبقى له اب؟ وايه العمل دلوقتي؟ العمل؟ تعالي معايا، انا هعرف شغلي وياه ويا ابوه. يا سيدي طول بالك،
شويه لبره. يا ست حريه اعملي معروف، اعملي معروف، الناس اللي بره دول ذنبهم ايه؟ نعتذر لهم بايه؟ نقول لهم ان الست حريه بتدلع ومش راضيه تلبس الفستان؟ يا حبيبي ما كانش يتعذر، انا ما لبستش ربابتها. حضرتك ده تسوق لي من سوق الكانت وسوق العصر وتقول لي البسي؟ البس ايه؟ انا الفستان ده ما يتحطش على جدتي ابدا. يا جدع استنى شويه. يا ستي الفستان ده جديد لك، كانت لابساها عنبر. حاجة بسيطة خالص، اديه لعنبر تلبسه وانتهينا. واجيبها منين عنبر؟ هلاقيها فين؟ دي جريت هربت. يا جدع انت استنى شوية. بس حرية، الفستان ده هتلبسيه والليلة هتعدي على خير وبعدين تعملي اللي انت عايزاه. لا مش هلبسه. هتلبسيه. مش هلبسه. هتلبسيه. مش هلبسه. هتلبسيه بقى. ايه ده؟ بالعافية. ايوه بالعافية. ازاي ده؟ انا بقول لك مستحيل مستحيل مستحيل. باين عليها حجاب. تمام حجاب، اديني الحجاب ده والنبي يا استاذ. ان شاء الله انا هنتقم لنفسي. انت تبعديني وتهزقني التهزيق ده كله، انا هبعت لك الراجل بتاعي يخليها لك ضلمه. يا حريزه معلش حقك عليا. ايوه حقك عليا معلش. اوعى من حق بلا بعت، ما تحطش ايدك عليا تعفرني. الفستان دلوقتي لازم تلبسيه. في 60 ده يا الفستان مش هلبسه مش هلبسه مش هلبسه. اعمل معروف. اوعى من حق حسني. عنبر. هي دي عنبر؟ ومالها ناشفه كده ليه؟ اسمع بقول لك، انت مش كنت رايحه تندهي الراجل بتاعك؟ هندهولك يا خزالك عينيك. اتفضلي اندهيله. انا هطلع عينيه الاثنين سهلا. انا هخرب بيته. ازاي الصحه؟ انا هوديه في داهيه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اسمعي، انت تخرجي النهارده ولا تورينيش وشك بعد كده ابدا. اوعدك يا استاذ انك مش هتشوفني. يا مع السلامه. اسمع يا حسن، قول للمزيكا تستعد، احنا هنشتغل حالا. نشتغل ازاي؟ حرية واحد. حرية مين يا مغفل؟
الحقني الحقني يا بابا سكر بجيهين وراك. على بره على الشارع على الشارع على بره. هي راحت فين؟ دوروا عليها دوروا عليها. راحت فين؟ طلعت على بره. العربيه الفاضيه لحد الصبح. برافو عليك يا عم سكر برافو عليك. تعالي بقى فك صدر الفوز تاني عشان ضوي على الخريطه. ايوه هو من هنا. الله ده مقطوع. يا خبر ابيض مقطوع ازاي؟ امال الخريطه فين؟ مش لاقيها. مش لاقيها ازاي يا عم سكر؟ دور عليها كويس. طب اعدلي يا فاتي اهو. الله مش لاقيها ملهاش اصل. يا خبر ابيض ازاي بس مش ملهاش اصل يا عم سكر؟ تكون اتزحلقت من هنا ولا هنا؟ وقف عندك التوهيه. اوعوا تتحركوا. انتوا بتعملوا ايه؟ انت يا راجل انت بتدور على ايه؟ كنت في جفاها تحت رقبتها نمل صغيره قرصتها بدور الله عليها قرصتها في رقبتها. ايوه وانت مالها ايه؟ ابوها بنتي بفليها. بتفليها ايه؟ بتفليها في الشارع الضلمه وفي ركن على جنب. امال يعني عاوز افليها في تياتر وكهرباء ومزيكا؟ طب يلا امشي نشر احسن احبسك. طيب امشي احسن اوديكم المبخره انضفوكم من الواغش اللي في جدتكم. امشي بلاش لكاعه. يدخل دواهي. ايه العمل؟ الخريطة لازم خدوها في التياترو. مين اللي هياخدها؟ مين يعرف طريقها؟ راغب وشلته هم اللي خدوها. خلاص انا مش عايزة الفلوس اللي سابها لي بابا، خليهم ياخدوها. لا ما تبقيش عبيطة، ما هو انت لو سبت الفلوس هتقع في مصيبة تانية. مصيبة ايه؟ ابوكي ماله؟ هيتعذب في التربة، هيتغاص، هيطق، هيفرقع. ليه؟ لما يعرف ان الفلوس اللي خباها عشانك حضرتك سبتيها الاعداء ويتمتعوا بيها. يا ساتر يا رب، بيفضل يتشال ويتنكد في التربه لحد ما ترجعي تاخدي الفلوس منهم تاني. وبعدين ايه العمل؟ العمل نرجع التياترو ونفضل نعافر لحد ما ناخد الخريطه. ها لقيتوها؟ هي ايه؟ النمله. ايوه الاناث. طيب وهتعملوا بها ايه؟ هركب لها سنه دهب. بس حريه، انا وقعت من السما وانت لقفتيني. لا ابدا انا مش هلقفك، انا هسيبك تقع على اسنانك عشان تتكسر وتتفشش وتعرف مقام الانسه حريه المطربه المشهوره على سن ورم. استنى شويه. هو انا لا سمح الله مش عارف مقامي؟ في مصر كلها تعرف مقامي. أيوة. العالم كلها تعرف مقامي. اعملي معروف بلاش فضايح. يا فين؟ استنى شويه يا ست حريه، تعدوني يا ناس. اعملي معروف يا ست حريه. من شان دقني يا ست حريه. ايوه والنبي، ان ما كانش عشان خاطر دقني هو يكون عشان خاطر الدقون اللي مستنياك في الصاله. اكسروا الصاله. طيب انا قبل. طيب ميرسي قوي. الصاله شرط. نعم شرط. انكم تعتذروني كلكم. حاضر. وفي الصاله. حاضر. وقدام الناس. حاضر. وتبوسوا ايديا. عينيا. ورجليا. حاضر. اوعى ما تحطش ايدك عليا. اتفضلي هنبوس ايديكي وهنبوس رجليكي وهنضربك بالصرم على دماغك. يا جربوعة المطربات يا حسالة التياترات. ثعلب فات فات وديله ثعلب فات. اخرس يا قليل العنب، انا هجيب لك الراجل بتاعي موتك. يلا اخرجي على بره، اوعي توريني وشك تاني. حسن قول للمزيكا تستعد هنشتغل حالا. لكن حرية روحي. حرية مين يا مغفل؟ عنبر عنبر يا الابد. الشاغل هو المعشوق والعاشق هو المشغول. الشاغل هو المعشوق والعاشق هو المشغول. والاتنين بالهم حيروق لو مشوا زي انا ما هقول. حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال. حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال. ظلمني
السبب ودلوقتي عاوز يصالحني. قوليلي اعمل ايه؟ وريله انك رميتيه من قلبك ولا تسألي فيه، وقوليله انك نسيتيه وانشغلي واعملي نسيان. انك نسيتيه وانشغلي واعملي نسيان. نار قلبه تشعلل على طول وشاغل يصبح مشغول، وان شفتي دمعه بيقول سامحيني روحي مسامحه. حدش مشغول البال، حدش في عنده سؤال، حدش مشغول البال، حدش في عنده سؤال. الحب بالشكل ده ما بلاش حب بقى. الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين. الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين. مهما قاسينا منه كاس الهوى بيزور، ملناش غنى الحقيقة شفتها بعيني خارجة من الباب ده على بره خالص. وراها يا جه وراها. آه يا لصوص يا حرامية يا حوش. إيه الحكاية يا عم سكر؟ حكاية مهببة بعيد عنك. عمبر تحكي لك عليها. هي فين عمبر؟ مستخبية في أوضتك. طيب عال أوي. اسمع، أنت تعرف تنفق في دي؟ مش أوي. طب أول ما تشوفهم راجعين تقف جنب باب أوضتي. ولما يرجعوا تروح نافخ فيها. حاضر. ها؟ أنت. عمبر راح فين يا اخويا؟ عمبر استخبت فين؟ خططين يا شيخه. هم راحوا فين؟ خرجوا روحوا. انما انا كنت مخضوض عليكي بشكل، كنت خايف لا يجرى لك حاجه، كنت خايف عليكي خالص. كنت خايف عليا؟ طبعا خايف عليكي. كنت خايف عليا ليه؟ كنت خايف عليكي علشان خايف. اكمنوا حريه روحت مش كده؟ تمام، هو ده السبب. اكمنوا حريه روحت علشان انتي تغني مطرح حريه.
يعني لو ما كنتش بغني ما كانش يبقى لي أهمية عندك؟ أهو لو ما كنتش تغني ما هيبقاش فيه أي أهمية. يا خسارة. ليه؟ لا ولا حاجة عمبر. أنا راح فين؟ هما مين؟ حرامية؟ لسه ما رجعوش. ما رجعوش؟ أمال بتزمر ليه؟ أنا ما زمرتش، إنما البتاعة دي كل ما أنفخ فيها بتزمر. ومين اللي قال لك تنفخ فيها؟ أنت قلت لي انفخ فيها. أنا قلت لك تنفخ فيها لما يرجعوا يا بني آدم. طيب يا أخي وماله؟ هما لسه رجعوا وأنا ما نفختش ليك عليها. أول ما يرجعوا أنزل لك فيها تنفخ وزمر. عمر تعالي. حصل لخبطة إنما الحمد لله جت سليمة. قولي لي بقى احنا كنا بنقول ايه قبل كده؟ يا استاذ لا مؤاخذه يا استاذ، يظهر ان انا جيت في وقت غير مناسب. اتفضل قول انت جاي عشان ايه. ايوه انا جاي علشان ايه؟ انت بتسالني انت جاي علشان ايه؟ ايوه انا جاي علشان الناس. مالهم الناس؟ بيزيطهم وبيعيطهم وبيصوتهم وبيدبدبوا برجليهم. عاوزين ايه؟ عاوزين عنبر تغني. دول مبسوطين منها قوي، بيحبوها، متشعلقين بيها، خيشت وياهم. طيب طلعوا الرقصات. طلعنا الرقصات. طلعوا النمره اللي بعدهم. وطلعنا النمره اللي بعدهم. طلعوا اي حد. ما فيش ولا اي حد، كلهم طلعوا ونزلوا، طلعوا ونزلوا، طلعوا ونزلوا. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدي ان ما دام حريره واحد لكن عنبر ما روحتش. لا عنبر روحت. روحت. الله، ما هي قدامك اهي. لا دي مش عنبر. دي مش عنبر؟ ازاي؟ امال مين دي؟ الله. تمام شباب تمام. لا دي انت مالكش دعوه. الله ايوه طيب ماليش دعوه، لكن يظهر ان في حاجه غير طبيعيه في الاوضه دي. يا استاذ حسن روح قول للناس ان عنبر هتغني دلوقتي حالا. اهو كده تعال وياك. لا انا مش مطمن ابدا. بس ازاي؟ يلا اوام، لازم تغير الفستان بتاعك بسرعه. هات الفستان الجديد يا عبده. انتوا رايحين على فين؟ عنبر رايحة تغني. تغني؟ ايوه. مش ممكن يستحيل تغني دلوقتي. الله ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ الصالة مليانة ألغام وفيها مترونيزات، ولو طلعت تغني هتفرقع كلها في وشها. يا خبر؟ تفرقع في وشها؟ ايوه. راغب ورجالته كلهم مسلحين على الآخر، والجبخانة بتاعتهم مبحبحة قوي، ومن عارف استخبوا في الصالة في حتة ضلمة، وساعة ما هيشوفوها على المرصح هتبص تلاقي الصواريخ عامل والمترونيزات ضار الدنيا اتربقت فؤادي تحتاني وبقت ضلمه. عمبر انت مش هتغني الليله. ما تخافش مش هيحصل حاجه. يستحيل انا ما اقدرش. اطمن ربنا معانا. بس يمكن يجرالك حاجه. وده شيء يزعلك. ده انا كنت هموت. عمبر سكر بعجر. البنت بقى وشها زي البنجر. Thank you.
سليم. يا سلام ابو سليم يا بنت كريم. يا الله جرى ايه يا عم سكر؟ انت اتخانقت؟ لا غنيت. غنيت؟ وايه اللي عورك كده؟ الناس كانت مبسوطة مني قوي، بقت تحدفني بالفل والقرنفل والورد. لكن ده الورد عورك خالص. لا دي حاجة بسيطة. وانت شفت ايه؟ ده انا مرة كنت بغني في حفلة وواحدة ست حدفتني بوردة عملت لي ارتجاج في المخ. يا خبر ابيض. طب شوف بتاع الاكزخانة تعايا، تعالوا صلحوا له وشه ده. يا عم سكر يا عم سكر. انت فين يا استاذ؟ نعم عاوز ايه؟ الجمهور عامل هيصه جامده قوي، هيكسروا فياتهم. عاوزين ايه؟ عاوزين يضربوك تاني. يلا امال يا استاذ ما تعطلناش. حاضر هطلع له بس لما استريح شويه. اها على فكره في حكايه مهمه عاوز اقول لك عليها. ايه؟ عنبر. عنبر انا شاعر بخوف، مش قادر افهم سببه ايه. لا ما تخافش ابدا. انا مش مطمن. لا اطمن قوي. لا ما اصل الموقف دلوقتي اتغير، انت اصبحت بالنسبه لي. وانت كمان اصبحت بالنسبه لي. ايوه لكن انا. وانا كمان. لا خلي بالك انا جد قوي. انا ما اعرفش هزار. انت متاكده؟ متاكده قوي. يا سلام انا اسعد مخلوق في الدنيا، انا حاسس اني سكران. ده نطينا يا استاذ. لا مؤاخذة سكر قال لي على كل حاجة، فهمت منه الموضوع بالتفصيل. أتاري عنبر جاية هنا علشان الخريطة اللي في الفستان. أيوة الخريطة اللي لله على الكنز اللي فاته لها المرحوم أبوها، ألف رحمة تنزل عليه. والحمد لله الخريطة دي موجودة عندنا هنا. اللون عليها فين هي؟ الله الورقة اللي أنا طلعتها من الياء اللي في الفستان. أيوة هنا فين؟ دي موجودة، أنا طلعتها وديتها لحسن بإيدي. فين الورقة يا حسن؟ ها؟ ورقة ايه؟ الخريطة. خريطة؟ انا ما شفتش خريطات. يا خبر اسود وني على دماغك؟ الخريطة اعمل معروف. اعمل معروف يا فين؟ طولوا بالكم شوية يا اخوانا، طولوا بالكم. انتبه لي هنا يا حسن. ما هم انا منتبه لك اهو. اديني مخك. اديك مخ ازاي؟ وافضل انا من غير مخ؟ لا يا اخي قصدي اقول لك اعصر مخك معايا. طيب اهو. انت فاكر الخريطة اللي طلعناها من الياقة بتاعت الفستان؟ الورقة. الورق. ايوه قول لي كده من الصبح انا افتكرت ده انت برجلتني خالص. الخريطه وجغرافيا. انت خليتني افتكرت نفسي غبي صحيح. تعال اقعد بس. قول لي بقى فين هي الورقه دي؟ انهي ورقه؟ الورقه بتاعت الفستان. انهي فستان؟ الفستان بتاع حوريه. حوريه مره واحده. لا الفستان بتاع عنبر. فستان عنبر؟ مهلك ساعة. لا مش ده يا اخي، التاني. انه تاني؟ الاولاني. بتاع مين؟ الفستان اللي اشتريناه سوا احنا الاثنين. ايه ماله الفستان ده؟ الياقة بتاعته مش كان فيها ورقة؟ الورقة يا اخي الخريطة. الحجاب. الحجاب. قول كده يا اخي من الاول، ما تقول لي كده يا اخي، برجلت مخي. ورقة وخريطة وفستان. الله انت خلتني اظن نفسي اني غبي صحيح. قولي الحجاب وخلاص. طيب يا سيدي انا متاسف قوي، فين هو الحجاب ده؟ حجاب ايه؟ الله بتاع الورق. ورقة مين؟ بتاعت الفستان. لا ده انت بتخطرف، اتاري كنت عاوز تاخد مخي، انا مش فاهم منه حاجة ابدا. ما انتش فاهم ازاي؟ ما عمال يفهمك من الصبح. يا اخي اعمل معروف. اعمل معروف يا بني ادم افهمني. فاهمك اهو بس انت اعصر مخك شويه وفهمني. طب اسمع بس، اسمع يا حسن. انت فاكر الياقه اللي فكناها بتاعت الفستان؟ ايوه فاكر. كويس خالص. فاكر الورقه اللي طلعناها من جوه الياقه؟ ايوه فاكر. هل قوي فاكر لما خدت انت الورقه دي وقعدت تقرا فيها وقلت لي انها حجاب؟ ايوه فاكر. طب فين هو الحجاب ده؟ الله دي الخريطه فيها البيت بتاع بابا اهو. وادي السلم بتاع البدرون. الله وادي الطرقة. وادي الأوضة اللي في آخر الطرقة. ازاي ده؟ انتوا قصدكم تقولوا إن الكنز بتاع رشوان بيه موجود في السرايا نفسها؟ أيوه كان في الأوضة بتاع الملابس. أيوه تمام. طب اسمعوا احنا مش لازم نضيع الوقت، لازم ننتهز الفرصة بشكل إننا نوصل سراية رشوان بيه وننهي كل حاجة قبل ما يطلع النهار. هتعمل إيه؟ ملكوش دعوة، تعالوا معايا. اتحرك انت اهو. اوعى تتحرك انت اهو. هو جسر اللي هيتحرك هنزل كيسه. ايوه نزل كيسه بس. تمام
شوف بقى يا استاذ انور، احنا جايين عشان ننهي الموضوع بتاعنا كده بدون شوشره. الظاهر ان حضرتك تجهل حقيقه المساله. احنا ما جيناش هنا عشان الملابس، احنا جينا هنا علشان عنبر. عنبر؟ مالها عنبر؟ ايوه قلت لي مالها عنبر. لازم تفهم يا استاذ انور ان احنا ناس فلاحين، يعني ناس من اللي بيضحوا بحياتهم في سبيل شرفهم وكرامتهم. فهل يرضيك ان بنتنا اللي بتحمل اسمنا يعني عرضنا وشرفنا تقف تغني وتترقص قدام الناس؟ هل يرضيك يا استاذ؟ ايه يعني انت عاوز توصل لايه؟ بدك تقول ايه؟ بدي اقول لك ان احنا عيله فلاحين عزوه محدش قدها. مالك انت تحشر نفسك في وسطينا؟ انت يا ابني لسه صغير وشاب، لا انت فاضي للمشاكل دي ولا انت حملها. احنا ننسى اللي فات وناخد بنتنا ونروح، ويا دار ما دخلك شر. يلا يا عمرو. يلا يا بنتي بلاش عندي، تعال. لا ابدا انا ما اروحش معاكم، انتوا كذابين، انتوا حراميه، انتوا قتالين قتله، ما اروحش معاكم ابدا. معلش يا عمر، معلش يا بنتي، برضه الضفر ما يطلعش من اللحم. يلا يا بنت عمي. اوعى ايدك يا مجرم. ما تيجي بقى بلاش عندي. اوعى ايدك انت وهو. انتوا عاوزين تاخدوها من هنا بالقوه؟ ايوه بالقوه. لا ما تقدروش، احنا اهلها اولياء امرها. انما ما تنسوش ان عنبر مش قاصر. وانت بتدافع عنها ليه؟ لان دي حقوقي. اي حقوق؟ دي مراتي. مراتك؟ عنبر. ايوه مراته. مراته؟ ده ناقص في رقبتك. يا سلام، لا هي رقبتي كانت رقبه وزه. ده انا اتبحرك في المشمش. ده انا اشرب من دمك. روح اشرب من البحر. وانا لازم اقتلها. ليه يا ابني يا راغب؟ احنا نشرب شربات فرحها مش من البحر. بتقول ايه؟ واحنا عندنا اعز من بنتنا عنبر؟ والله فرحتنا يا استاذ، خبر كويس هيفرح قوي العيله. فرحها بس. الف مبروك، اهنيكوا قوي يا اولاد. انا لولا الملامه كنت افقع زغروطه. يلا ابنا يا راغب يا ابني، ده احنا اطمنا على بنتنا عنبر بقت في ذمه راجل. يلا ابنا يا رجاله، يلا يا اخوانا. انا هفرقع السفله المجرمه. هي مين؟ عنبر. وانت ايه اللي مزعلك منها؟ الفلوس، الكنز راح من ايدينا. مين قال الكلام ده؟ مفيش حاجه راحت من ايدينا ابدا، كل شيء في ايدينا زي ما كانت في الاول تمام. ازاي؟ الفلوس في البيت، الكنز موجود في البيت. انهي بيت؟ في طرشوان بيت. شيء غريب، انت ما سمعتهمش هم بيعلوا الخريطه؟ لكن ايه الفايده؟ الخريطه معاهم. تعال، يعني انهم هيروحوا البيت وهم معاهم الخريطه عشان يدوروا على الكنز. ساعتها ايه؟ ساعتها نستناهم لغايه ما يجوا، اول ما يشرفوا نستقبلهم الاستقبال الهايل اللي ليه بمقام العروسه والعريس. نذبحهم زي الفراخ ونتويهم مطرح الكنز. يلا بينا يا رجالي. يلا بينا. يلا 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 يا جماعه نعملوا ايه؟ لا لا ما الحمد لله الليله عدت على خير. الحمد لله الفضل كده العنبر مش كده؟ ودلوقتي لازم نقدم لها خدمه قصاد الخدمات اللي قدمتها لنا. ده شيء واجب. لازم نساعدها علشان تسترد الكنز اللي فاته لها المرحوم ابوها. قدامنا دلوقتي طريقه واحده، لازم نستولي على الكنز ده الليله قبل ما يطلع النهار، والا ضاع كل شيء. احنا كلنا معاه. لا 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 لا، انا فهمت سكر على الطريقه اللي هنتبعها. ما تنسوش ان قدامنا اعداء خطيرين مكرين، محدش عارف خطتهم ايه، وعلشان كده لازم نوصل البيت حال. الساعه دلوقتي 2:30، هروح انا وعنبر بس، هنوصل في نص ساعه، يعني 2:30، 3:15 ما اتصلتش بيكم في التليفون تعمل يا سكر اللي قلت لك عليه. حاضر، روح ربنا وياك. ايوه ربنا وياكم، يخرب بيت ابو اللي زعلكم. ربنا يحش وسطهم. ان شاء الله اللي زعلكم يشوفهم هم بيشحتوا. خلوا بالكم كويس من الكلام اللي قلته. ما تخافش، اقل غلطه ضيعنا كلنا. مع السلامه. يلا يا مع السلامه.
حلوين مقطقطين عصافير زغاليل. ايه الله يسعدهم ويهنيهم ويفرفشهم وينصرهم. كان لازم نبقى خالص. بس ابعدوا انتوا عنهم. يعني انا هاكلهم؟ لا هتحسدوهم. بحبهم. ما كلنا بنحبهم. ما دام كده ادعوا لهم ان ربنا يوفقهم. ان شاء الله يا رب. انت خايف؟ ابدا. ولا انا. انت معاك مسدس؟ ابدا. انا كمان ما عنديش مسدس. يا خبر. طب وبعدين اعمل ايه؟ ايه انت خفت قوي؟ ازاي قلبي بيطب؟ يا خبر. ايديا بتترعش. وبعدين قربي جنبي. قربي جنبي خالص كده. ايوه انا دلوقتي احسن. لكن انا ضايقتك كده؟ لا ابدا بالعكس انا في منتهى السعاده. تعرف انهم صدقوها؟ هي ايه الكذبه اللي انت كذبتها؟ انا كذب؟ ايوه حكاية الجواز اللي انت اخترعتها. اه بس ما كانش في طريقة غيرها. تعرف انها كانت فكرة مدهشة. ايه الجواز؟ لا قصدي النمرة. النمرة اللي انت لعبتها عليهم. اه انما ايه اللي خلاك تقول عني كده؟ اقول ايه؟ تقول ان مراتك كده مرة واحدة. طب وفيها ايه يعني؟ يا خبر ده انا ساعة ما سمحت الكلمة دي زعلتي؟ ابدا. انبسطتي؟ ابدا. امال كرالك ايه؟ كده اتبرجلت اتلخبطت اتخضيت. اتخضيتي من ايه بقى؟ من مفاجأة كده اهو تقولها علنا. خبط لازم. ما هي دي حلاوتها خبط لازم. يا سلام انا سعيدة انا فرحانة. اجري اجري اوام. دوس دوس بنزين دوس بنزين على الاخر. بس يمكن يحصل حاجة. ولا يهمك. دوس على الدنيا دوس على الدنيا وامشي عليها. دوس على الدنيا وامشي عليها. انا ولا انت لنا مين فينا لنا مين فينا. دوس على الدنيا وطير وديني جنة حبك واطفي حنيني. عايزة اشوف الجنة بعيني وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا هنبكي عليها. انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك واوعى غيرك يوصل قبلك. اوعى تحاسب مهما يقابلك واوعى غيرك يوصل قبلك. كل الدنيا قلبي وقلبك وانت عنيا اللي هشوف فيها. ايه الدنيا هنبكي عليها. انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. لنا مين فيها. دوس على الدنيا وامشي عليها. انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. نور مطفي. انا خايفه. مفيش. واحد منكم يتحرك يطير دماغ. انتوا مين؟ وايه دي جت؟ انا عنبر بنت رشوان بيه صاحب السرايا دي. ست عنبر؟ ايوه. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه ما خدتش بالي. ادي جاموسها يا ست. قول لي هنا من فضلك. هما جوه؟
هم مين؟ راغب ورجالته جوه؟ مفيش حد جوه، الصراحة فاضية لا فيها انس ولا جين. طب تسمح توريني البندقية بتاعتك؟ اتفضل. دي مرتينة جريمة من بتوع زمان، بيخوف بها العيال. أصلها خربانة، مصدية. عندك كبريت من فضلك؟ أيوه يا فندم. اتفضل. متشكر. ده كبريت معتبر، ما يكذبش. أسعد الله مساكم. انت اللي ولعت النور؟ لا. غني يا عمر، غني. زعقي بصوت عالي قوي. اقول ايه؟ اي حاجة، اي حاجة. يا ليلي يا ليلي منين؟ من هنا.
الخريطه اهي. اهي دي الحته اللي احنا فيها دلوقتي. وادي الاوضه اللي فيها الكنز. ايوه الاوضه اللي اتقابلنا فيها لاول مره. فاكر؟ تقول كده يا اخي. خمس خطوات ثم تبحثي عن الحلقة.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. دوري على الحرقة يا عمر. تعالي. أهي ماله كده قبل ما حد يشوفنا؟ لا والنبي انا عايز اتفرج فيه. يا خبر فلوس، ده كله فلوس وانوار فلوس. بس اديك عملت اللي عليكم، خلي علينا احنا، خلي الباقي علينا احنا بقى. لا خش انت الاول. ليه؟ خايف؟ لا. خايف من ايه؟ انت خايف؟ ابدا. خايف من ايه؟ خلاص امسك نفسك اهو وامسكني كمان وياك.
اسكت في حنيني، عايز اشوف الجنة بعيني، وانت معايا وعيش ليالي. ليه الدنيا هنبكي عليها انا ولا انت؟ لنا مين فيها؟ لنا مين فيها؟ دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا انت؟ لنا مين فيها؟ لنا مين فيها؟